السلام عليكم. لو فتحتوا على جوجل علشان نعمل سيرش احنا وياكم مع بعض على كلمة نجاح، سكسس، سعادة، كلكم راح تلاقوا صور جميلة على جوجل، منها مثلا هاي الصورة وأنا وياكم بصير نتطلع هيك ونسهر بالليل وعيوننا تتلألأ، يا سلام هذا الزلمة ناجح. أو تفتح سوشيال ميديا وتشوف زي باش مهندس شخص، متى بيوم من الأيام أنا بدي أكون واقف محله؟ يمكن في كتير شغلات بالعالم إحنا منتفق عليها وممكن نختلف عليها، واحدة منها هي النجاح. لو بدنا نفكر مع بعض ما هي الشغلات أو الأساسيات، كل واحد فيكم، كل واحد بيشوف الفيديو هاد، إيش يعني النجاح؟ يمكن فلوس، أطلع كل يوم 20,000 دينار فأنا راح أكون أحسن شخص موجود في العالم. في ناس بيحكي لك شهرة، أوقف قدام جمهور وأحكي ويكون عندي متابعين، هذا أحسن نجاح أنا عندي في العالم. أسافر، والله بعرف ناس بروحوا بيسافروا، أروح على المالديف وبعد بكرة أكون بالأرجنتين بعد كأس العالم، حلمي. بعض الناس بيحكي لك الجاه، سلطة، يحطوني مسؤول، أنا اليوم وزير التعليم العالي، هذا أحلى شيء بحياتي. بعض الناس أو بعض الناسات أني أكون أنا أحلى واحد في العالم أو أحلى واحدة بالعالم، ملكة جمال الكوكب. النجاح مختلف. خليني أحكي عن الفلوس. ممكن أروح أشتري ساعة ب10,000 دينار، بس هل بقدر أشتري دقيقة واحدة؟ ممكن أروح أشتري أحسن تخت في العالم وأريح فرشة بالعالم، بس هل بشتري الراحة؟ ممكن أشتري أحلى بيت في الكوكب، بس هل بشتري السكينة والعلاقات اللطيفة بالبيت؟ ممكن أشتري أحسن جيمينج كونسول، هل بشتري سعادتي؟ خليني أحكي لكم قصة سريعة. في يوم من الأيام بدي أحقق هدفي، خلاص قررت أنا بهذا اليوم بدي أحقق فيه الهدف تبعي. وقبل ما أحكي لكم القصة يمكن لازم نتفق ما هو النجاح. ففعلياً هو إشي مختلف، ولكن إذا بتبحث بالعلم وجد العلم بأنه النجاح أهم بارت فيه هو تحقيق الهدف. فإيش أول خطوة بالنجاح؟ إنك تعرف شو هدفك. ختم المهندس بمقولة إنه إذا أنت بتعمل أقصى جهدك اعمل مور، وديفينيتلي صح، ولكن بالاتجاه الصحيح. مثال، أنا ماشي معين باتجاه الشمال، ناوي عند نقطة معينة أوصل على لاتيتيود جوجل إيرث بالضبط هون، إذا بأول الطريق كنت بس درجة واحدة، فقط بس درجة واحدة، درجة واحدة شو يعني؟ على أول سنتي هيك، لما توصل هدفك بعد أميال وين راح تكون؟ بآخر الدنيا. فتحديد الهدف هو الأهم علشان أنت تعتبر شخص ناجح. والقصة بتحكي في يوم من الأيام كنت طالب طب في الجامعة الهاشمية وقررت أعمل ريسيرتش. كان أيامها الريسيرتش في البلد مش كتير قوي، فحطيت جايد أو حطيت وقت مع الجامعة بأنه إحنا بدنا نشتغل على مدة 4 أشهر. فأنا حطيت المخطط زي ما كنا لما ننوي ندرس، منجهز الغرفة، تحط المكتب واللابتوب، ترتب الأمور وتبلش لك تدرس. أول شيء بتعمله بتفتح الفيسبوك طبعاً، تصير تطلع على الدبان بالغرفة، تصير تطلع على المنظر البرة، تأمل في خلق الله، كل العبادات التأملية بتطلع في الوقت الدراسي. فمسكت الأجندة، مع أني عمري ما استعملت أجندة بس ما بعرف ليش بداك اليوم، مسكت الأجندة وحطيت هيك رسمة زي ما أنتم شايفينها، اليوم والديدلاين تبعي بعد 3 أشهر، وراح أبلش بالشغل تبعي أول يوم 2 ساعة، الشهر اللي بعده 5 ساعات، الشهر اللي بعده، بحيث قبل بأسبوع أسبوعين من الورقة بكون خلص أنا تعودت على الشغل وراح أعمل أحلى ورقة طلعت بتاريخ البشرية. هذا الجول تبعي، بس يمكن مشكلتي كنت شوي كم من درجة مغير. المهم كنت أيامها ألعب كرة قدم مع فريق الجامعة، ألو في مباراة بكرة تروح؟ بروح. في عرس للصاحب؟ تروح؟ بروح. في طلعة مع تروح؟ بروح. الثلاث أشهر صارت 2 شهر، بعدين اكتشفت انه الدرج تبعي بدل ما كان درج درجه راحت اول درجه، فصار اصعب علي شوي، بس حكيت يلا 2 شهر ممتاز، ستيل راح اسوي احسن ورقه في العالم.
مشي الشهرين، أول أسبوعين ثلاثة كل يوم هيك بحط اللابتوب بجهز الأجواء بعمل القهوة نفس السيناريو، وبعدين ببلش فقرة التأمل. تطلع نروح نيجي بلاي ستيشن كرة قدم، راح شهر ونص، ضل أسبوعين وأنا مش عامل ولا إشي، مش كاتب ولا كلمة بالمفروض تكون 60 صفحة، ما كتبت ولا كلمة. شمرت مرة تانية، ضل أسبوعين، حطيت الكتاب واللابتوب وعملت نفس القهوة وعملت نفس التأمل. الأسبوعين صارت يومين وبعدني مش كاتب ولا كلمة. ولما عرفت أو حسيت وشعرت إنه بعد بكرة تسليمي للأحسن بيبر في العالم اللي أنا حاطها في مخيلتي والدكاترة بيبعتوا لي آه كتبت، شو صار؟ خلال يومين ما نمت كويس، كتبت الورقة، عملت ظبطت، عملت الريسيرش، جبت ريسورسز، كتبت بيبر بتجنن، وركضت على الجامعة وسلمتها للدكتور وروحت الأمور تمام، خلصت الحمد لله. بعد بيومين بيحكوا معي الجامعة، مرحبا كيفك أسامة، يعطيك العافية، كل شيء تمام الحمد لله، أنت كتبت أحلى بيبر شفناها في حياتنا. طبعا هذا الحكي ما صار. حكوا لي شو المصيبة اللي عاملها. شو اللي صار؟ فيدباك، نرجع هيك نعمل شوية ريفليكشن، أنا شو اللي عملته؟ أو إحنا شو اللي عملناه؟ عادة بس يكون في عندك ديدلاين، طبعا كلياتنا إحنا كبشر بنحب السهولة، الإشي الأسهل بنعمله، في طلوع درج أو إسكاليتر، في طلوع درج ولا مصعد، في شغل صعب ومتعب أو أمشي بطريق سهل، بروح سهل. كورونا قعدنا سنتين، الدكتور عمل اختراع واشتغل، في ناس خدمت نتفليكس وخدمت أفلام واشتغلت. هلا عادة في إشي بيخوفنا اللي هو الاسترس. أنتوا كلكم ليش صاحيين الصبح وجايين على الجامعة؟ كتير والله حابين تصحوا على 6:30 الصبح، واللي جاي من عمان ولا جاي من العقبة. الاسترس هو اللي بيصحيك، الاسترس هو اللي بيخليك تنجز، هو اللي بيخليك تنجح، هو العامل أو الفيول تبعك للنجاح. إذا أنت بدك تمشي باتجاه معين بدك بنزين، فالبنزين تبع النجاح هو الاسترس. طبعا للأسف إنه إحنا كلنا عايشين في منطقة جميلة، طبعا ما حد يضحك على الرسومات، هاي رسوماتي رسمتها امبارح. كلنا عايشين في منطقة جميلة على جانب الخط الأزرق هون، وين أنت ساكن في بيتك مع أولاد وبنات الحارة، مع جاراتك، مع أصحابك، طول نهاركم تلعبوا، عندك سيارتك، قاعدين على التليفونات، بتحضروا أفلام، مسلسلات، الحياة اللطيفة، البليجر اللي أنت ما بتستفيد منه ولا إشي. يعني أنت دائما مفكر لما أنا أعمل هذا الشيء شو راح أستفيد؟ النتيجة ولا إشي؟ هذا أنت خلص عم بتضيع الوقت. فإحنا أغلبنا مبسوطين هون في هاي المنطقة. علشان تشغل سيارتك وتمشي وتوصل للجول تبعك اللي شايفينه بالأخير بدك فيول، واللي فيول دائما شو مرعب، شايفين كيف شكله؟ هذا أكتر إشي صعب وبيخوف قدرت أرسمه. بدك إشي متعب. في القرآن ستنا مريم وهي بتخلف، ربنا حكى لها في القرآن شو حكى لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يعني ربنا بجلال قدره ما عند القدرة ينزل هالرطب. طب ليش واحدة عم بتخلف وبالمخاض وبالصحراء ولحالها وست، ليش تهز جذع النخلة عشان تنزل عليها رطب؟ دائما في رسالة، بأسوأ ظروفك بأصعب أوقاتك بدك تشتغل. ما في نار بدون دخان، وما في دخان بدون نار، ما في حريق بدون شرارة. مرات بتشوف جبل ده كله محروق، أوف مين حرقه؟ والله الجماعة كانوا بيشفموا العين هالقد نار بس كبرت. هذا حكينا مشكلة، في ديدلاين، في عنا امتحان بدي أدرس له، بدي أشتغل، بأجل، قبل بيومين ثلاثة بروح بدرس، في ديدلاين. بس في مشكلة تانية، في شغلات ما إلها ديدلاين، في شغلات ما إلها نهاية. مثال،
علاقتك مع أهلك، علاقتك مع ربك، الكارير تبعك، هاي كلها شغلات ما في ديدلاين. يعني علاقتك مع أمك إنك أنت في حب ولا بدك تسوي لا أو بدك في فيش ديدلاين، موجودين. الكارير تبعك شو بدك تختار، طب ولا هندسة ولا أعمل مشروع ولا ما أعمل، انتربرنورشيب، واحد يعمل مشروع جديد، ما لهم ديدلاين. هون المشكلة إنه الاسترس بكون جدا جدا أخف. ما عندي امتحان، ما بدي أبلش شغل، طب شو نعمل؟ وهون رح نحكي على موضوع أكيد كلكم تعرفوه اسمه الكومفورت زون. الكومفورت زون هي نفسها اللي شفتوا البلاي جراوند اللي كان الشاب قاعد فيها وبلعب مع أصحابه ومنأجل، ما تبدك تعمل خلص بكرة بكرة، ما هم إحنا صغار زهقونا سبيستون لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، صح؟ ولا جي الكارتون نتوركس شكله هون. فأنا موجود عم بصحى الصبح باكل الفطور تبعي، أمي عاملة السندويشة باخدها، بطلع بالجامعة، بطلع بالمواصلات، بوصل بروح على المحاضرة، باخد المحاضرة، بروح بشوف أهلي، بلعب، بحكي مع صحباتي، بفتح إنستغرام، بسكر، بنام، بصحى الصبح، وهكذا. هاي صارت كومفورت زون، ما في تطور. وزي ما أنتم شايفين كل ما طلعنا برا الكومفورت زون خطوة بس ببلش مين يشتغل؟ ستريس، إشي أنا مش مجربه. أعطيكم مثال، قبل فترة قررت أني بدي أسوق دراجة، طبعاً كل المجتمع كان ضدي وأولهم أمي وأبوي، ما أسوق دراجة، ما بعرف، فقلت بجرب مرة مرتين ثلاث، والله في جبل بدي أطلعه، والله بدي أتعلم كيف بنطه، والله بدي أعمل باك فليب. هذا برا الكومفورت زون، أدرينالين رش، بخاف في إشي راح يصير أنا مش عارفه. تعرفوا ليش احنا بنخاف من العتمه؟ ليش البني ادم بيخاف من العتمه؟ هو فعليا مش ما بيخاف من العتمه، الانسان بيخاف من المجهول. ولو اعمل معكم هلا تجربه، اربط عينك ومش شايف ولا إشي، واوقفك جنبي على الستيج هون واحكي لك لف وجهك هيك واغمض واحكي لك نط، هل راح يكون عندك الجرأة انك تنط؟ ما بعرف، لأنه نفس الموضوع لو وقفتك على حفة هاي الستيج أو على حفة جبل وحكيت لك نط. فإحنا منخاف من المجهول، بس تأكدوا تماماً لما ما يكون في ريسك ما في achievements، ما في ريسك ما في achievements. الاسترس سيء، دائماً بيسوقوه أنه يا الله ما أسوأ الاسترس، سيء الواحد يكون مضغوط وهيك وpersonality type A ودائماً يلا بدي أعمل وأسوي، بس طلعوا في البيك هاي. إذا أنت ما عندك ستريس بالمرة، زي بيحكوا مين أكثر ناس بيعيشوا عمر أطول، تعرفوا مين؟ اللي بتأخروا على مواعيدهم، عنده موعد على الساعة 8:30، على 8:30 بتلاقيها بتحط ميك اب. طب الناس بيستنوا عادي، هدول أطول الناس عمرا، ما في ستريس، عادي بيستنوا، امتحان بروح علي بقدم ميك اب، العرس بده يروح بنبعث له على البيت هدية، في بدائل. هلا كل ما زاد الستريس بيصير في شيء اسمه الجود ستريس بيك، وهو الحد الفاصل مع النجاح. انا بدي اشتغل لحالي، راح اتعب، راح افشل، بدك تنشهر على السوشيال ميديا، مفكر كل الناس راح يحبوك، راح يهاوشوك، بدك تتحمل هذا ستريس كلياته. انت عم تطلع من الكومفورت زون، طب ما انا قاعد ببيتي وما بدي حدا يقعد يبلش في. هلا كل شيء فيه تعب، كل شيء فيه تعب، بس بالنهايه فيه نتيجه. ما بدنا نوصل للاوفر ستريس بعدين مصير عند نور وصير يتعامل معكم كطبيب نفسي، بدنا الجود ستريس. راح اختم بثلاث شغلات بسيطة. أي شخص ناجح في العالم في عنده ثلاث مقومات أساسية: knowledge, skills, attitude. العلم، المهارات، وشخصيتك. العلم زي ما تفضل الباشمهندس قبل شوي، هلا فترة تجميع العلم يا جماعة، كل ما تدرس أكثر، كل ما تلاقي أكثر، كل ما في ريسورسز أكثر، كل ما أنت بتستفيد. والمثال كثير حلو إنه اليوم فعلياً قد ما كان عندك سكيلز، في منافسك عم بيعمل كمان سكيلز أكثر، فبدك كمان وكمان. غير العلم، السكيلز، السكيلز زي السواقة، واحد ما بيعرف يسوق بده يتعلم سواقة، بيروح بياخذ تدريبات، بيتعلم، بياخذ الرخصة، أول ما ياخذ الرخصة كيف بيسوق؟ تلاقيه سايق وخايف وموطي الموسيقى، ممنوع حد يحكي في السيارة وحاط حزام الأمان، واحد لز عليه بزمر له ولك شو بتسوي؟ بعد 4-5 سنين بتلاقيه بيسوق بإجره، حاط موسيقى وبيحكي تليفون وبياكل بوب كورن ومشغل أغنية. مين عم بيسوق السيارة؟
هذا اسمه العقل اللاواعي، صار شيء اسمه اوتونومي كومفورت زون، صارت السواقه بالنسبه له سهله، مع انه اول يوم ساق سياره كيف كان؟ خايف، متوتر، برا الكومفورت زون، كبر الزون تبعته، صارت من ضمن السكيلز. احنا هلا موجودين في نقطه، هذا العلم تبعنا، والخط الاحمر اللي شايفينه المحيط شو هذا؟ اللا معرفه. فاحنا الدائره تبعتنا هاي المعرفه، والمحيط هو اللا معرفه. لما تتعلم بالجامعه وتخلص وتاخذ دكتوراه وتسافر، شو بصير بالعلم تبعك؟ بكبر صح؟ شو بصير بمحيط الدائره تبعتك؟ بتكبر اكثر واكثر. عشان هيك كل ما تتعلم كل ما بتعرف انك جد ما بتعرف. وهيك بيحكوا الانجليز، the more you learn the more you don't know. وكل ما صرت تعرف اكثر واكثر شو بصير بالدائره تاعتك؟ بتصير اكبر، والمعرفه تبعتك لا معرفه بتصير اكبر. راح اختم بشغله كل واحد فيكم هلا وبيستعملوها هاي بالجرم وبالمطارات وبالفيز، لما تروح تعال بصم اعطينا فينجر برينت. شو الفائده من الفينجر برينت؟ كل واحد فيكم عنده بصمه مميزه عن الثاني، ما في واحد في العالم راح تتشابه بصمته معك. انت شخص مميز او بصمه عينك. بس السؤال الاهم من هذا، انه انت ربنا حط لك شيء اوريدي موجود عندك، بصمه مميزه. بعد ما تروح شو البصمه تبعتك؟ واتس يور فينجر برينت بهذا العالم؟ شو الناس راح يتذكروك؟ لما هلا انا احكي اسم فلان، هديل، محمد، علي، شو الناس بخطر في بالهم؟ مين بيعرفوك؟ ايش الكلمه اللي بيستعملوها؟ هذا والله هذا رياضي مشهور بيقدم محتوى لطيف، والله هذا شيخ كويس، والله هاي بنت موهوبه. فواتس يور فينجر برينت بهذا العالم؟ وبكره راح يصير عندكم اولاد وراح تحكوا معكم هذا الحكي اكيد، شو البصمه تبعتهم؟ ولو تغير واحد في العالم، هاي هي التيك هوم مسج من كل الدنيا. انا بدرس طلاب بالجامعه بحكي لهم اذا انقذت حياه شخص واحد هذا هو المطلوب من كل شيء تعلمته بالحياه. وراح اختم، لان يهدي الله رجلا رجلا واحدا بك احسن من ايش؟ خير لك من حمر النعم، وحمر النعم ما تملكه الارض كامله وما يملكه ملوك الارض جميعا. تخيلين؟ يعطيكم العافيه.